هاي لزامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم غادي يكون يوم كامل باللون الوردي. شحال هاد الفكره وهي عندي في راسي، وفين ما كنبغي نصورها كنبقى نعجز عليها وداك الشيء، ولكن اليوم واخيرا قررت انني غادي نصورها لكم لزامي. وغادي تكون واحد غيكون واحد الفيديو زوين، واحد الفكره زوينه. ودرت اللون الوردي حيت انايا اوبسيست بهاد لاكولور. هاد لاكولور هي هو اللون المفضل ديالي في هاد لا بيريود. في كل بيريود يكون عندي واحد اللون مفضل، الغوز عرفتو، كيبان ليا واحد اللون خطير دابا. داكشي علاش قررت انني نستغل هاد الفرصه، ما حدو انه عاجبني، وندير يوم كامل باللون الوردي. المهم لي زامي، غادي توجدوا معايا راسي دابا. ماشي الصباح صراحه، دابا الوحده، دونك ما غاديش يكون الفطور، غادي يكون من الغدا حتى العشيه، فهمتوا؟ غتوجدوا معايا راسي، غنديروا جيت ريدي ويد مي، وغادي نجبد الحوايج كاملين اللي عندي في اللون الغوز، وغنلبس معاكم وكل شيء، وغادي يجي هاد لا فيديو زوين. ومن بعد غادي نخرجوا وغنشوفوا فين غنمشيو. وخليكم معايا لازم بلا ما نحرق لكم لي زيتاب، خليكم معايا باش تمشوا معايا ايتاب باغ ايتاب. اول حاجه غادي نوجد راسي. المهم بغيت غير نقول لكم قبل ما نبدا لا فيديو، وانا شوفوا شعري ما شاء الله. كل فيديو كنقول لكم شوفوا شعري ما شاء الله كيفاش قوى ليا، كل مره كيزيد يقوى اكثر من المره اللي فاتت. ما مصايباش، دير عليا غير لي بوكل بزاف. الناس اللي بغاو الطريقه ديال لي بوكل غتدخلوا عندي في الانستغرام، غتدخلوا عندي الانستغرام غتلقوني حاطاها في لا اون، غتشوفوا كيفاش كنعتني بشعري، لي برودوي اللي كندير لشعري، وكيفاش الطريقه باش كندير لي بوكل. غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، ما تنساوش تدخلوا عندي انستغرام ضروري، حيت تما كنكون ديما اكتيف، ديما لي ستوري ما كنغبرش عليكم. دابا غادي توجدوا معايا راسي. اول حاجه غادي ندير هي غادي ندير مكياج. نتوما عارفيني انني انا زرقاء في المكياج، ولكن غادي نحاول ندير مكياج باللون الوردي. نجمعوا هاد الشعر حيت ولات عندي خلفه بزاف، مابقاش كتبغي كاع تجمع ليا، داكشي علاش غادي ندير هاد الباندا باش هكا ما نبقاش مبرسطه معاه. اول حاجه غادي نبداو بها هو سيغاف الكريم ايدراتون. الحاجه الثانيه اللي غندير هي الماسكارا. كندير هادي وهادي بجوجهم ديال مايبلين، صراحه زوينين. هادي كتكثر مش هادي كتطلعهم. علاش غادي ندير الماسكارا قبل فوند تان؟ باش هاد الكريم ايدغاتون يتشربوا ليا البشره ديالي مزيان. ندير هادي هي الاولى. انا غادي ندير الماسكارا مع المرايه حتى انا ما كيبانش لي مزيان، ونرجع لكم لي زامي. وصلت الماسكارا لي زامي، شوفوا واش كنديرهم بجوج كيعطي واحد ليفي زوين. شوفوا دابا غادي ندير الفوندو تا، واخا ما بغيتش نديرو ولكن تهيت نديرو. شفتو واخا ما فيهش الحبوب وهكا فيه شويه ديال التراس، ولكن بغيت ندير الفوندو تا حيت واخا الفوندو تا كيبين المكياج هكا نقي، ماشي مشكل غندير منه غير شويه. فين هو الفوندو تا ديال اختي؟ فين هو هذا؟ واخا هذا كحل، علاش كتشري فوندو تا كحل وهي كاع ما كحله؟ عارف شو واقيلا غنخلط هذا مع هذا، هذا ديال مايبلين بيض، هذا بيض على هذا، هذا كحل بزاف. لو ندير هذا بوحد لا ما كيغطيش، بان ما عندي ما يتغطى. انا الله يستر كتجيني شي كنبقى نضرب بوحدي. الله يستر الله يستر، اللي شاف شي حاجه يقول الله يستر. غادي نمسح حجباني حيت انايا فاش كن ندير فونتو تاع الوجه كنمسح حجباني. وانا ما كيعجبنيش راسي حجبان، كنولي نبان ما عرفتش كي كنبان، كنولي نبان ما عرفتش، كنحبش راسي حجبان. فاش كندير مكياج شتو فاش كان عندي شوتينغ، الميك اب ارتست ما كتراسيش ليا حجبان، حيت فاش كتراسي ليا حجباني الملامح ديال وجهي كيتبدلوا. غير كنمشطها وصافي. صافي لي زامي، غادي ندير فراج. نتوما عارفين المكياج ديالي اللي كندير ديما اصلا ما كيتبدل فيه والو، غير هو هاد المره غادي ندير فراج وشويه فوق عيني باش يبان هذاك داكشي غوز. دابا فين هو الفراج ديالي؟ راه ما تنجبدش خواتاتي، يا سيدي ربي راك عالي وعالم. ها هما وضروا يلا شريت الفراج، ها هما وضروا ما يمكنش. سمحوا لي لازم نمشي نقلب على الفراج ونجي. ما لقيتش الفراجو لي زامي، زعما البنات اللي عندهم خواتاتهم والله باز لكم. ما يمكنش كتحط شي حاجه كطير، شكون
ماشي انا ماشي انا ماشي انا ماشي انا كنت حطي عليهم زعما هنا باش يدير كل شيء اللي تخليه يدير كتقولي ماشي حشو حشو ما زعما ما نكونش انانيه ويدير كل ساعه خاصك تكوني انانيه دابا شكون دا نعرف اختي اللي مجوجه هي اللي داتو حيت داتو لدارها دابا انا غنقلب عليه عارفه ما غنمشيش عندها لدارها كنت علاش داتو غبراتو مش مشكل دابا نمشي نشريه كان هاد المره غنولي نسد هذا ما عرفتش ناوي وغنروح هناك بان لي في الغوص بان لي في الغوص صافي ما عرفتش واش فغاد ولا فغا بوبيير يعني بعد كلهم فردت فوق عيني باش يبانو هاك الغوز شوف كلهم فردت كربي ريمي وقاسه كندير الوجه ولكن والله ما نخليها فيهم الا ما حطوش ليا فراجو ديالي وشاريه وانا ما كنشريش المكياج ونشريه ويتوضر ليا ماشي مشكل أوه زوينت بحال هكا كيدار ياك ولا زامي عمري ما درت شي حاجه في عينيا بوحدي زعما ما كنعرفش انا غنتصر وغنبدا نكتر وغندير الايلاينر انا غنتصر علاش شفت شي مع الوليد واش كيبان كيبان زوين كيبان زوين عادي وفي الاخر لا زعما غادي ندير هاد الكلوس هاد الكلوس هو اللي كيجي غوز في الفم كيجي زوين ولكن قبل ما غادي ندير الكلوس غادي ندير لابيلو حتى نلبس حوايج وكل شيء عاد باش ندير الكلوس باش ما نبقاش كنتلصق صافي لا زعما هادو المكياج غوز حيت انا كنعرفش ندير المكياج انتما عارفين هادشي هاد لاط خوص غنشدو غنغبرو هادي هادشي ها هي لابيلو حيت جهزته ليا وديرها في بسطامها وكنت ماشي مشكل حيت عندي جوج ولكن دابا حيدتو لا حيت ما كيبغيوش الاداب كيبغيو العنصريه وانا معاهم حروبي دابا لي زامي غادي نوض نجبد الحوايج اللي عندي في الغوز مثلا غادي نقاد شعري غادي ندير ليه واحد المشيطه زوينه وكل شيء كنبان في الغوز بزاف ولكن زوين قلت لكم على زامي مازال غادي نقاد واحد المشيطه شعري دابا غادي نوض نجبد كاع الحوايج اللي عندي في الغوز غنوريكم كاع الحوايج اللي عندي في الغوز وغادي نشوف انا وياكم شنو نلبس صافي ليتس جو لازم جبت الحوايج كاملين اللي عندي في الغوز انا غادي نوريكم كل حاجه بوحدها حيت غادي نلبس غير فوق الغوز حيت في السراول ما عنديش الغوز ما كنتش نلبس غوز السراول عندي هاد الجاكيت ديجا شايفينها عندي كنحماق على هاد الجاكيت وعندي هاد التريكو دابا خاصني نختار شي حاجه من هاد الشيء كامل انا نلبسها مع شي اوتفيت انا ندير لها اوتفيت عندي هاد التريكو التريكو كيجي قصير عندي هاد التريكو هاد التريكو ما غاديش نلبس عرفتوا علاش حتى التريكو سبور وانا ما بغيتش نلبس شي حاجه سبور بغيت نلبس شي حاجه كيوت شفتوا هاد التريكو راكم ديجا شايفيني لابسه ما عرفتش واقيلا ما عمركم شفتوني لابسه مصوره باغي في انستغرام عندي بزاف ديال الحوايج في الغوز حتى انايا غوز ما يمكنش وعندي هذا وعندي هاد الكسوه هاد الكسوه ما غاديش نلبسها حيت بارده سخونه لا بارده بارده ديال الصيف شفتو دونك هاد الكسوه انيلي وعندي هذا اللي ما عمرني ما لبستو غالبا هو اللي غنلبس ولكن ماش غنلبسو ما عرفتش عندي هاد الكارديغان ديجا شفتوها في الفلوغ اللي فات ولكن ما عرفتش شنو غنلبس هادشي كامل دابا انا نقول لكم شنو ما بين شنو محتار ما بين هذا وهذا الجاكيت ما غاديش نلبسها حيت سبور هذيك التريكو قصير ما غاديش نلبسه هذا ما غاديش نلبسه المهم لازم انا محتاره بين هذا وهذا حتى هادو هما اللي جاوني كيوت بزاف هاد الشيء كامل اللي جبت في الغرفه
هذا وهذا الكارديغو وهذا الجيلي ما عرفتش يقولوا لهذا ما عرفتش سميتهم. المهم يا زمي انا غادي نجبد شي لبسه كتجي مع هذا وغادي نجبد لبسه كتمشى مع هذا وغادي نلبس هذا وغادي نلبس هذا غنشوف اللبسه اللي عجبتني وغنلبسها صافي خليكم معايا يا زمي. هذه اللبسه الاولى انا غادي نرجع للور باش تشوفوها مزيان. شوفوا نوريكم السروال انا حماقت على هذا الكارديغان عجبني 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 بزاف. هذه اللبسه صراحه عجباتني غنعطيها 9 على 10. دابا غادي نقيس اللبسه الاخرى. المهم انا هذه عجباتني بزاف 90% نلبسها هذه باش نعاود نشوف راسي في المرايا. انا عجبتني هذه اللبسه حيت اصلا هذا الكارديغان عمرني ما لبستو باقي جديد هذه المناسبه باش نلبسو باغ كونطخ هذا كان فيه لابساه ولكن هذا كيعجبني بزاف باش نعاود نشوف. انا عجبتني هذه اللبسه نقيس لكم اللبسه الثانيه وهذه هي اللبسه الثانيه. شوفوا على زعمي انا عارفه واش تعجبكم هذه اللبسه اكثر من الاولى ولكن انا عجبتني الاولى ولكن هذه عجبتني. دابا شنو هذه ديجا لابساها ولكن عجبتني صراحه عجبتني هذه اللبسه باش ندير هذا البيري نشوف نشوف كيفاش غادي تجي. خلوا نبعد شويه هذا غامق على هذا هذا جاي الموف ولكن غادي غير نجربه. شوفوا على زعمي كيف جات البيريه جات زوينه جات خايبه قولوا لي شي حاجه. زوينه ولكن ما عرفتش كنبان اوفر ياكو ويلي كيف بحال غنصنف ريبي ولكن جات فن عجباتني. شوفوا كي جات زوينه ما عرفتش دخت 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 كاش عليا نقيد جوج لبس كان خاصني نلبس لبس واحد حتى باش جاتني الدوخه. واو تاع اللبسه زوينه صراحه عجبتني كنبان ما عرفتش كنبان كنبان ما كاينش بان حتى حاجه ولكن زوينه هاد اللبسه. دابا شنو بان لنا ما كتهضروش ناري واش كن محتاجاكم تهضروا دابا هضروا كل شي حاجه ديروا شي حركه ما عرفتش دخت نقول لكم واحد الحاجه غنرجع للبسه الاولى باش نعاود نشوف راسي في المرايه. دابا هاديك شنو بحال هاد المدرسة بحال شي ديال المدرسة ولكن زوينة قولوا لي عجباتكم. انا غادي نمشي للانستغرام غادي ندير ليهم سونداج هما يختاروا معايا نتوما غتختاروا معايا في انستغرام حيت دابا ندخش بزاف لي زامي ما بقيتش حتى شويه في انستغرام حيت صافي ما بقيتش نحرق لكم المراحل. غادي نلبس هاد البيسه عجبتني اكثر اخرى عجبتني ولكن اخرى ديجا لابساها هادشي اللي كاين صراحه. دابا بغيت نلبس هادي حيت معمري ما لبستها هاد الكارديغون شحال هو عندي وقلت هذا هو الفرصه باش نلبسو. دابا غادي نجمع شعري خديت هاد الفليلات غادي ندير بهم غير واحد المشيطه هنايا غنوريكم كيفاش كنت باغي لا تريس ولكن لا تريس ما لقيتهمش هبطت باش نشريهم ما لقيتهمش صافي قلت ناخذ هادو نعدي بهم. غادي ناخذ هنايا وغادي ندير بحال هكا هاد البلاصه كتجيني صعيبه لكن غنحاول. شوف على زعما بحال هكا او جيسبر ما يتحلوش ليا وبغيت نفيكسي البيبي هير حيت ما عرفتش جاني ولا عندي البيبي هير بزاف ما بغيتش نخليها هكا ما عرفتش شنو هو الفيكساتور ديال هذا. هو باش كنفيكسي شعري على زعما رضوان كيف ما كنقول لكم ديروه فاش تجيو للدار غسلوا شعركم. انا غادي نديرو غير البيبي هير باش نجي للدار غادي نغسل البيبي هير حيت شي لدوشت. شحال ديال البنات هذا كله بيبي هير هادشي
هوي المستحيل خلات شعرك لاصن طيحتي. نبغى نولي موسخين شعرنا هادشي غادي ندير ليها هكا وغنخليه عندي من ندير ليه. وي كيفاش مسكين زامي. دابا غادي نوريكم شنو غادي نلبس في رجليا. صراحه في رجليا انا دايخه بزاف. عندي واحد السبر ديالها في البينك ولكن ماشي نفس هاد البينك اللي كاين هنايا. هذيك او شنو هادشي كيدار مينا. هذاك البينك اللي كاين في السبر ديالها بارد بزاف. هذا غامق يعني ما غاديش يجي. عندي واحد لي طالون انا غنوريكم. عندي هاد لي طالون على زامي في نفس اللون ديال هذا بيان سور. ما غاديش نلبسهم مع فتي علاش حيتاش نلبسهم غادي نجي على راسي. وعندي هاد السبر ديال هاد السبر ديال بعيده على هاد اللون. لقيتو لي طالون نشوف كيفاش يجيو ولكن ما غنلبسهمش مستحيل نلبسهم حيتاش الا لبسهم غنطيح وغنتشوه. وانا اختي ما باغاش الشوه. ضحكوا عليا عباد الله في الزنقه ولكن واعرين كما غنلبسهمش. بلاتي غادي نهزهم معايا فاش غنبغي نتصور غنتصور بيهم. ولكن اختي عجبوني جو واعر كي راني تمشيت بهم. غادي نجي على راسي غنتشوه غنلبس برديله بيضاء فاش غنبغي نتصور غادي نلبسهم صافي. هادشي دابا الحل اللي لقيت. دابا لي زامي بلا ما نطول عليكم الهضره غادي نمشي عند صاحبتي باش نمشي انا وياها حيت ما غنمشيش بوحدي غير غتصورني وكلشي. وغادي نشوفوا فين غنمشيو واي حاجه درناها غادي نصورها لكم. وغادي نهز هاد الساك الغوز واخا نعرف راسي قويت الغوز وكلشي ولكن هذا هو الكونسيبت. زوين الساك عزيز عليا ويلا نمشيو. موكا كلشي باغي موكا كلشي عايلو موكا كلشي طاش موكا عايزين ايه موكا. زعما انا جيت الكيكيس بقيت كنفكر فاش فكرت مزيان لقيت كيكيس اللي فيها الغوز بالطالون. انا ما جيتش على راسي. دابا غادي ندخل الكيكيس وداك الشيء وغادي نتغدى في الكيكيس. المهم غادي ندير بزاف ديال لي زاكتيفيتي وغادي نصور لكم كلشي. هذه هي الكيكيس. عرفتوا انا كيفاش كنتمشى بالطالون من دابا غادي نقلبوا على شي حاجه بالغوز في المينيو. زوينة هاد الكيكيسه اللي زعما حمقاتني صراحه ما ندمتش حيت ليها فيها بزاف ديال البلايص فين تقدروا تصوروا داكشي. زوينة هاد البلاصه فن لالا مولاتي. لازم نشوف عصير بينك خديت هاد السموزي بينك وجعل فيك زامي. دابا من بعد ما خرجنا من الكيكيس جينا للمول حيت باقي ما كملتش النهار كامل بالغوز. غنجيو نضربو دورة في المول ونشوف لك غنشري شي حاجة غنشريها في الغوز. صافي كنا غناكل شي حاجة أخرى غناكلها في الغوز. أسي صاحبتي راه كيعيا تنحاول نفرحها. صافي هاد الغوز صراحة زوين. الكيكيس بعدا موجود في الكيكيس موجود الغوز ولكن في المول واش غنلقاوه هادشي اللي صعيب. المهم راه لبست الصبر ديال اختي حتى الطالون راه قتلني قتلني الطالون حيتو هاي هاز معايا هنا يتصبط في الصبر ديال يتصبط الطالون وتصبط عادي. بعدا المول خاوي غنتسالو كيف ما بغينا. ودرت واحد التورات فنين غنحط لكم في انستغرام ودخلوا ديروا لي لي لايك. زامي جيت لتخا دي فاغوس لقيت ولا لي الصوت لقيت واحد الكسوف الغوزية هادي فنين رجعت قدي غناخدها. غادي نقيسها وغتشوفوها كيفاش جات. شوفوا لي زعما هادك شحال فنه وكتحمق. شوفوا زعما شوفوا خديت هاد الكروب توب 30 درهم. شوفوا وهاد الكسوه ب 100 وشحال اسيت الكسوه
180 درهم. بينك في بينك. او لا لا اي بونبون في لون الغوز غنحط عم بعدا بدي بيهملو نزق شويه شو المفعل هادي خديناها هادو خدينا من هون كني الصوت هذا قلوبة هادي شنو هادي شي في الخوص شنو شوية الوان خدينا هاد لي بون بون كلشي في الغوز واش كنشرب رايبي ناخذ ما كنشرب صايبي لازمي دابا جينا المرجان غادي نتقداو شي حاجه ناكلوها جربت واحد العكر في لوغما غوز ما بغيتش تمسح واش كنبغي حنا غاتسنى في رايبي ايوا قلت لكم غادي ندو معنا شي حاجه ناخذوها ناخذ داكشي اللي في الغوز بيان سير خليكم معايا جينا باش ناخذ شي شوكولات في الغوز ولكن هنا ما لقيتش شوكولات في الغوز شفتوا لي زامي كاين غير موفو داكشي وانا ها هو في الغوز نيرف كتبغي تكذبي كنت حاصلي شنو هذا ما كناكلش شوكولات بالفريز اش غندير ناخذو مرتاحتش لي حسيت بيه بحال خايب انا مرتاحتش شوكولات بالفريز صافي لازمي غناخذ هادو غناخذ معاهم هادو وغادي ناخذ حتى هاد المارشميلو نشوفوا هاد لي بونبون اللي كاينين واخا خديت لي بونبون ما بغيتش تقوى هادو زوينين فاش ماكلاهم ناخذ حتى هادو قالت لي اسيا زوينين وغناخذ الصوفا لازمي انا عاد رجعت للدار جيسبر يكون عجبكم لا فيديو ديالي هادشي اللي سرت قبل هو اللي وريتكم سرت هذيك الكسيوه اللي وريتكم وهذاك الكروب توب ب 30 درهم دايرين دي سول زوينين في لي بوتيك اللي في المول وخديت هنايا الشوكولا خديت غير الشوكولا هذا ديجا شفتوه وخديت هاد لي بونبون فين هما درتو هنا خديت هاد لي بونبون غالي جيت للدار لقيت غالي ما كاينش غدا نعطيهم ليه وصافي لي زامي كان هذا هو الفيديو ديالي وهذه هي الفكره ديالي جيسبر يكون عجبكم لا فيديو وكان واحد النهار زوين بالغوز صراحه ما كانش لون اللي صعيب حيت مشيت لكيكيس وكيكيس فيها كلشي بالغوز وعجبني بزاف اليوم حيت انا اصلا كيعجبني اليوم اللون حيت انا اصلا كيعجبني اللون الغوز بزاف والا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا لي لايك تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتخليو لي كومونتير زوين وموح عليكم باي باي.